خطبها الأمير ألبرت مرتين لترفضه بشدة وتؤكد على خوفها على حريتها، ولكنها وافقت على الزواج به بعد أن تقدم لها في المرة الثالثة وقال بأنه لن يتزوج أبدا إن لم تقبل به. ولقد شاء القدر بأن يصبح زوجها ملكا وتصبح هي معه ملكة قرينة وإمبراطورة للهند وعدة بلدان أخرى. وصفها هتلر بأنها أخطر امرأة في أوروبا إبان الحرب، ووصفها الكثيرون بأنها إحدى أقوى دعائم الملكية، وذلك لشخصيتها المحببة وشعبيتها الكبيرة. عن الملكة إليزابيث الأم أو إليزابيث باوزليون نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، ندعوك فضلا وليس أمرا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ولدت إليزابيث أنجيلا مارغريت باوزليون في 4 أغسطس سنة 1900، وبالتالي فلقد عاشت هذه المرأة أكثر من 100 عام، وكانت البنت الصغرى في عائلة متكونة من 10 أبناء. قضت إليزابيث جزءا كبيرا من طفولتها في قلعة جلاميس، وهي بيت الإيرل الموروث الواقع في اسكتلندا. نشأت محبة للرياضة والخيل والكلاب، وكانت مهووسة بالأدب والكتابة. وفي سنة 1921، أي عندما كانت إليزابيث في 21 من عمرها، تقدم لخطبتها الأمير ألبرت دوق يورك، وهو الابن الثاني للملك جورج الخامس. لم توافق إليزابيث وقالت: لا وأبدا، إنني أخاف ألا أكون كالسابق حرة التفكير والكلام والتصرف كيفما أشعر أنه ينبغي علي. وعندما صرح الأمير بأنه لن يتزوج أبدا بامرأة أخرى غيرها، قامت والدته الملكة ماري بزيارة قلعة جلاميس لترى بنفسها الفتاة التي سرقت قلب ابنها، ومع ذلك رفضت الضغط عليها. وفي سنة 1922 تقدم ألبرت مرة أخرى للزواج من إليزابيث، ولكنها رفضته مجددا. أصر الأمير وخطبها بعد سنة أخرى لتوافق إليزابيث على الزواج من ألبرت، رغما عن كثرة الشكوك التي ساورتها حول حياتها المستقبلية. تم زواجها من الأمير في نفس السنة، أي سنة 1923، ولقد حظيت باهتمام الناس كثيرا. لقبت بدوقة يورك، وساعدت زوجها الأمير الذي كان يعاني من تعثر في الكلام، فأسهمت في علاجه بطريقة مبتكرة. أنجب الزوجان سنة 1926 طفلتهما الأولى، وهي الأميرة إليزابيث، والتي أصبحت فيما بعد الملكة إليزابيث الثانية. وبعد ولادتها ب4 سنوات أنجب طفلة أخرى، وهي الأميرة مارغريت روز. ينقل عن حموها الملك جورج الخامس حبه لزوجها ألبرت، حيث عبر عن تحفظاته الخاصة تجاه وريثه للعرش قائلا: إني أدعو الله ألا يتزوج ابني الأكبر وألا يحول شيء بين بيرتي وليليبيت والعرش. وطبعا فلقد كان الملك جورج الخامس يقصد ببيرتي ألبرت وبليليبيت الملكة إليزابيث، حيث كان يفضلهما على ابنه الآخر، وكان يتمنى دائما بأن يستمر الملك منهما. وفعلا توفي الملك جورج الخامس سنة 1936 ليتولى الملك إدوارد الثامن العرش، ولكنه أثار أزمة دستورية بسبب إصراره على الزواج من الأمريكية المطلقة والي سيمسون. قرر إدوارد التنازل عن العرش لصالح أخيه ألبرت، وهكذا أصبح زوج إليزابيث ملكا على مضض منه، وكان ذلك في 11 ديسمبر سنة 1936. أصبح ألبرت يعرف بالملك جورج السادس، وتوجت معه إليزابيث كملكة قرينة لبريطانيا العظمى وإيرلندا والمستعمرات البريطانية، ولقد كانت آخر إمبراطورة للهند. وإبان الحرب العالمية الثانية طلب من إليزابيث أن تذهب بأطفالها إلى كندا، وذلك خلال قصف لندن، إلا أنها رفضت قائلة: لن يذهب أطفالي بدوني، وأنا لن أترك الملك، والملك لن يرحل أبدا. ولقد قيل بأن أدولف هتلر وصفها بأنها أخطر امرأة في أوروبا، وذلك لأن شعبيتها كانت تمثل تهديدا للمصالح الألمانية. وفي سنة 1952، أي بعد 16 عاما من تربعها على منصب الملكة القرينة، توفي زوجها الملك جورج السادس، واستلمت ابنتها الملكة إليزابيث
الثاني العرش. ومنذ ذلك الوقت أصبحت إليزابيث تعرف بجلالة الملكة الأم حتى لا يحصل خلط بينها وبين ابنتها. حزنت الملكة كثيرا على وفاة زوجها، ويقال بأنها تقاعدت في اسكتلندا إلى أن زارها رئيس الوزراء تشيرشل وأقنعها بالعودة للحياة العامة. تعتبر هذه المرأة من أكثر الشخصيات نشاطا رغما عن تقدمها في السن، حيث أنها عاشت 101 من السنين، خضعت لعدة عمليات جراحية، وتوفيت عقب وفاة ابنتها الصغرى الأميرة مارغريت بسبع أسابيع. حيث أن الملكة إليزابيث الأم حزنت كثيرا على ابنتها، وقيل بأنها نادرا ما كانت تأكل الطعام لتموت نائمة في مارس 2002 بينما كانت في اللوج الملكي في حديقة وينسور الكبرى بصحبة ابنتها الملكة إليزابيث الثانية. كانت ابنتها الملكة إلى جوارها عندما ماتت، وتعد إليزابيث الأم الأطول عمرا من بين أفراد العائلة المالكة في تاريخ بريطانيا. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.